أخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع ربح عملة روبل بكل سهولة مع هذا الموقع. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع، موقع الشجرة التابع لموقع موتور موني. اليوم سأسحب من هذا الموقع، قبل ذلك سأشرح قليلا. عندما تتسجل أول مرة في الموقع يعطيك هذه الشجرة بعشرة روبل، تعطيك حتى 30% في الشهر. إذا أردت الإيداع وتشتري هذه الشجرة 32% في الشهر، هذه ب 50 روبل 33% في الشهر، وهذه 100 روبل 35% في الشهر. إذا أردت أن تودع في الموقع تضغط هنا زائد 3%، وإذا أردت السحب من هنا لديه خاصية تصفح المواقع لزيادة الأرباح في المجال. هنا الإحالات، ورابط الإحالة، لديه 8 إحالات تأخذ 10% أظن لكل من يودع عبر رابطك. هنا لجمع الأرباح، هنا لبيع الأرباح. أنا لدي في الإيداع 0.11 روبل، ولدي للسحب 11.92 روبل. سأسحب المبقون، نضغط هنا، نضغط على الطيار، هنا نضع القيمة، هنا نضع اسم كلمة السر السحب، ثم نضغط هنا. عندما تتسجلون أول مرة اذهبوا إلى السيتينج وضعوا عنوان محفظة الباير وكلمة السر. لدي 11.92 كذا كلمة السر كذا. لقد تم السحب بنجاح. سنذهب إلى الباير هكذا، نذهب إلى الهيستوريك، ها هي، سمعتم إلى الهاتف، لقد وصل السحب، ها هو. إخوتي سأترك لكم رابط هذا الموقع، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.